جيد، اول مره كندخلو الحساب ديالنا خصنا ندخلو جوج ديال الحوايج، غندخلو الريب ديالنا باش نبقاو نسحبو الفلوس ديالنا، وغندخلو سؤال الحمايه باش نسيكوريزيو الحساب ديالنا مزيان. اذا غنمشيو للاكونت، غنمشيو للبروفايل، غنزلو لتحت هنايا غنكتبو الريب ديالنا اللي مكون من 24 رقم. وغنعاودو هاد الارقام هادو وغنضغطو على سوبميت. جيد، هادي اول مرحله. دابا المرحله الثانيه، غنمشيو عاوتاني للاكونت، غنمشيو للسيكوريتي، ننزلو لتحت هنايا في هاد الخانه هادي نكتبو السؤال الحمايه من الاختيار ديالنا، وهنايا نديرو الجواب ديالو من الاختيار ديالنا حتى هو، ونعاودوه هنايا ونكتبوه في شي ورقه باش ما يتسجلش لينا، ومن بعد نضغطو على ابديت. جيد، العمليه تمت بنجاح. دابا غادي نشرح لكم المرحله الجايه، وهي ارسال البطاقه الوطنيه وكذلك اتيستاسيون دو ريب. كما كتقول لنا الشركه بالنسبه للمنخرطين الجدد خاصهم يصيفطوا لاكارت ناسيونال لهذا الايميل هذا مرفوق باليوزر نيم، هذا بالنسبه للبطاقه الوطنيه. وبالنسبه لاتيستاسيون دو ريب خاصهم يصيفطوا لاتيستاسيون دو ريب لهذا الايميل هذا مرفوق بالاسم والنسب واليوزر نيم ورقم البطاقه التعريف الوطنيه. دابا غادي ننتقلوا للايميل ديالي باش نشرح لكم كيفاش نديروا لهاد جوج حالات هادو. غنفتحوا جوج ديال لي ميساج، الاول ديال اكتيفاسيون دو كونت فاش غنصيفطوا لاكارت ناسيونال، هذا هو العنوان. هنايا غنديروا فيه اليوزر نيم ديالنا وغنصيفطوا لهم لاكارت ناسيونال من جوج ديال الجوايع. غنفتحوا ميساج اخر ديال اتيستاسيو دو ريب، غنصيفطو لهاد الايميل هذا. هنايا غنديرو كونفيرماسيون دو ريب، هنايا غنديرو البرينو نو اليوزر نيم والنمرة ديال لاكارت ناسيونال، وغنسكانيوهم. واحد الملاحظة مهمة، البطاقة الوطنية ولا اتيستاسيو دو ريب خاصها تسكانا ماشي تصور بالتليفون.